السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بص يا حبايبي، في ناس كتير بتكتب لي عن رؤية القطط في المنام. رؤية القطط يا حبايبي في المنام بترمز للخديعة والمكر. تبقى ست، القطة دل على الست، عندها المكر وعندها الخديعة. أما القط الذكر في المنام بيدل على إن ده لص أو عدو أو خاين أو دليل على الخيانة. طيب القطط في المنام بتدل على الحظ السيء، حاجة سيئة بتشوفها في حياتك. أما رؤية القطط، لو شفت القطة واقفة جنبك أو دي دل على ست في المنام، ودل على انها عندها المكر والخديعة. طيب القطط هي خائنة من طبعها، القطة من طبعها الخيانة والغدر، تمام. اما القطط، لو شفت قطط صغيرة كتير قدامك فدي دل على لا قدر الله رؤية غير محمودة، دل على الضيق وقلة الرزق لأنها مجموعة من القطط. أما لو شفت مجموعة من القطط بتاكل وقدامها أكل، دي بترمز على إن شاء الله ربنا هيأتي رزق، ربنا هيرزقك وهيوسع في رزقك لو القطط قدامك بتاكل، تمام. اما القطط اللي لونها اسود دل على الغدر والخيانه، مش كويسه بالمره. القطه البيضة بتدل على ان الست، لو القطه يعني انثى بتدل على انها ست طيبه بس مكاره، تمام. وعامه يا جماعه رؤيه القطط لها دلالات كتيره، بس هي عامة دل على الأشياء السيئة والمكر والخديعة، تمام. أما القطة، لو واحدة شافت إن في قطة قدامها حامل، دي دل على ست بتبقى معبية من اللي الست اللي شايفاها في الرؤية، دل إن هي معبية منها، عندها كره وحقد ليها، تمام. أو لو شافتها إن هي بتخربشها أو بتعضها، تعرف ان القط ان في حد هيأذيها. لو حد شاف في المنام ان القطه بتخربشه او بتعضه، اعرف ان في ست او راجل هيأذيك. ان كان راجل يعني شاف ان في قط بيخربشه او بيعضه، يبقى اعرف ان في شخص هيأذيك في شغلك في حياتك في دنيتك. طب لو ست شافت ان في قط بتخربشها او بتعضها، اعرف ان في ست خديعه عايزة تهبشك من عيشتك، عايزة تخرب عليك، عايزة لو انت مخطوبة تتفشكله خطوبتك. فالقطط دل عن الرمز الخديعة والمكر، وربنا يا رب يكفينا شر اللي عندهم الحقد والغل والسواد اللي بيبقى في قلوب الناس. بيبقى ربنا بعت لك القطة دي عبارة عن انذار، عرف ان في حد سيء انت مصاحباه او ماشي معاكي او لجئ لك، تمام يا جماعة. والله اعلم. ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.